عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم مرة جديدة في سلسلة ورش أنت تسأل ونحن نجيب، وهذه المرة مع أحد رموز الشطرنج، ليس العربي والأفريقي فقط، وإنما أحد رموز الشطرنج العالمي، الهرم الباش مهندس كابتن حسن خالد. وحسن خالد عبد المنعم الغنيمي، من لم يسمع باسمه من قبل. كابتن حسن في كل دروب الشطرنج تمرس وتمرغ فيها، كان عضوا في المنتخب القومي أو الفريق القومي المصري في الثمانينيات، وكان حكما دوليا منذ العام 1984 ومحاضر دولي ومدرب دولي كذلك، وعضو في عدد من اللجان. كان مثلا نماذج بسيطة، فالوقت لا يكفي للاستفاضة في سيرته الذاتية، كان رئيسا للجنة التدريب في الاتحاد العربي وفي الاتحاد الافريقي، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي، مستشارا بلجنة القوانين في الاتحاد الدولي، وعضوا في لجنة الحكام، وكان مدربا في نادي الاهلي المصري، نادي الجزيرة، نادي دبي الاماراتي، حيث اكتشف هناك ودرب اللاعب والجراند ماستر طالب موسى لثلاث اعوام، وكذلك المدرب المكتشف لكابتن احمد عدلي والجراند ماستر كذلك باسم امين، وهما من اللعيبه اللي دخلوا قائمه افضل 100 لاعب في العالم، والسيدات كذلك منى خالد وشروق وفا، جراند ماستر منى خالد. وحاصل على وسام الرياضه في مصر من الرئيس الاسبق المرحوم حسني مبارك، واعتقد ان ذلك ربما يكفي، لا يكفي الوقت للحديث عنه، ونترك كابتن حسن اليوم ليحدثنا عما تم الإعلان عنه في الورشة. تفضل يا أستاذ حسن.